وأما الأشاعرة فإنهم يثبتون الأسماء ولا يثبتون من الصفات إلا سبعة، مجموعة في قول القائل: حي عليم قدير، والكلام له إرادة، كذاك السمع والبصر. فعندهم الحياة والعلم والقدرة والكلام والإرادة والسمع والبصر، ويقولون إن دليلنا على هذه هو العقل ليس الشرع، فيقال لهم بأن الشرع أثبت ذلك فوجب عليكم التسليم في بقية الصفات. ثم لو جعلتم هذا العقل هو المحكم لحصل لكم ما يناقض هذا. كيف؟ أنتم تقولون لا نثبت المحبة لأن فيها ميلا، وإذا كان هناك ميل فلا يصح أن يوصف جل وعلا بهذه الصفة، لأن الميل لا يكون إلا من المخلوق. نقول أيضا الإرادة، الإرادة فيها ميل، فلماذا أثبتتموها؟ فإما أن تقولوا بمثل ما قالت به المعتزلة فتنفون الصفات كلها، وإما أن تكونوا على معتقد أهل السنة والجماعة وإلا وقعتم في التناقض. ثم إن هؤلاء مع إثباتهم لهذه الصفات لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة. فمثلا الكلام يثبتونه، لكن عند أهل السنة والجماعة يثبتون الكلام لله عز وجل بأنه حروف ومعاني، وأنه مسموع، وأنه بصوت، وأنه يتكلم متى شاء، وأنه لا يزال متكلما جل وعلا. أما هؤلاء فإنهم يقولون إن الكلام لله عز وجل هو كلام معنوي نفساني، فيكون ما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام شكاية أو عبارة عن كلام لله عز وجل خلقه من أجل أن يعبر عما في نفس الله عز وجل. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تناقض هؤلاء، قال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. إذا أثبتتم يا أيها الأشاعرة أن لله سبع صفات، يجب عليكم أن تثبتوا بقية الصفات.